هو انا لو قلت لك ان التعليم دلوقتي احسن من التعليم زمان بمئة مره ابقى بثير الجدل وبهز الثوابت؟ طب لو قلت لك ان الجيل بتاعي انا جيل الثمانينات دول اللي كان كل اللي بيتعلموه في المدرسه عربي علوم حساب شويه دراسات اجتماعيه بس كده، ده جيل ما خدش حظه الكافي من التعليم، ابقى بقول كلام غلط؟ مرحب في شغل عالي. لو كان في تعريف وحيد لان الانسان يكون محظوظ في رايي هيكون ان عنده فرص اكتر للتعلم، ولو محظوظ اكتر شويه بقى يبقى انه يتعلم كويس ويتعلم حاجات مفيده. عشان كده بقول لك من بدايه الحلقه انه الاجيال الاصغر مننا بتتعلم احسن مننا. حاجه من ضمن الحاجات اللي فرحتني وبتفرحني، معرفش تعرفوا ولا لا، بس الاجيال الصغيره وتحديدا الاطفال من سن تانيه وثالثه ورابعه ابتدائي بيدرسوا حاجه كده اسمها الثقافه الماليه. حد درس في المدرسه حاجه تشبه الثقافه الماليه؟ حد درس حاجه كده؟ طب انتوا لحقتوا ايه؟ التدبير المنزلي؟ اه بجد كان في حاجه تشبه كده، اقتصاد منزلي صح؟ لكن الثقافة المالية ده مصطلح مهم جدا وجديد جدا، واكتشفنا كده انه لو ما تعلمش للناس من وهم صغيرين وهم في المدرسة غالبا اختياراتهم وقراراتهم المالية في حياتهم بعد كده بتتأثر سلبا. طبعا في مادة اسمها مادة المهارات المهنية في التعليم بتاعنا في مصر هنا، فيها جزء عن الثقافة المالية دي، اتكلموا فيه عن ميزانية الأسرة وكلام لطيف جدا يخص او يفرحنا ويطمنا ان التعليم بيتحسن. لكن بما اننا بتوع شغل احنا هنتكلم عن ايه؟ عن الشغل. الثقافه الماليه في الشغل دي حاجه مهمه جدا، وعايزه يعني لو تقدروا تشاركوني، حد قبل كده رفض شغل لانه لما حسبها كده لقى ان المرتب هيتصرف على المواصلات وعلى الاكل اللي هاكله في الشركه طول الشهر؟ حد عمل الحركه دي؟ انا ساكن في حلوان وكان شغلي في مدينه السلام، بعيد في مصنع يعني من المصانع الغذائيه. فكان المرتب مش مجزي ان انا اصلا بركب مواصلتين من حلوان عشان اوصل مدينه السلام. طيب عملت ايه بقى لما ما اشتغلتش؟ مفيش، دورت على شغل تاني وبحثت اكتر لحد ما لقيت الشغل المناسب ليا. يمكن كان المكان بعيد نسبيا بس احسن بكتير من المكان اللي كنت اشتغل فيه في الاول. حلو قوي، يبقى ممكن ارفض ده عشان بعد المسافه. حد عمل العمله دي تاني؟ انت كنت قايل ايوه قلت اشتغل في كافيه كان مرتب شهري معدي 4000. بس انا حسبتها مش هتنفعني خالص. ليه؟ يعني مصاريف وبرده المدرسه وكل حاجه مش هتنفعني. طب وعملت ايه بدلها؟ جبت راس مال وفتحت مشروع. فتحت مشروع لحسابي. لا ده انت لا انت انت عم مقتدر. مش كل الناس تقدر لما ترفض شغلانه تفتح هي المشروع بتاعها. لا دي حلوه جدا. بس هي دي قدام من زمان وانا حاببها، حابب المهنه نفسها. حلو جدا، ودي حاجة تحترم. ساعات بنقول كده ان انا بحسبها في دماغي فبقول ان انا مش هشتغل الشغلانة اللي هصرف كل مرتبها على المواصلات وعلى المصاريف الشهرية، لكن في ناس تاني بتختار انها توافق على القرار ده مش غصب واقتدار ولا حاجة، بس لانهم بيبقوا شايفين المبدأ المعروف جدا ان انا بشتغل يا اما عشان اخد فلوس يا اما عشان اخد خبرة يا اما عشان اكسب علاقات يا إما عشان أبني خطوة في مستقبل طويل. وفي كتير مننا كمان عندهم الحادثة دي بتحصل كتير قوي، ممكن مرتب الشهر كله يخلص في خروجتين كبار، أو البنات طبعاً يعرفوا الحكاية دي إنه ممكن يخلص كل الفلوس اللي معانا في نزلة شوبينج واحدة. والثقافة المالية واحدة من الحاجات اللي لو ضروري يعني نتعلم حاجة بعد اللغات مثلاً، أهم حاجة في الدنيا وإنت من سن 18 ل 22 سنة إنك تتعلم لغات، لكن لو في حاجة تانية بعدها يبقى إنك تبقى أنت مدير فلوسك مش فلوسك هي المدير بتاعك. الثقافة المالية بتساعدك شوية لأنها بتسهل عليك اختيارات إزاي تصرف فلوسك وإمتى وفين. هفكر معاكم في شوية حاجات. مين وهو صغير أهله فتحوا له دفتر توفير؟ كلنا مش كده؟
القاعدة القديمة دي الحاجة الوحيدة اللي لسه باقية صح من موضوع الثقافة المالية. فالثقافة المالية دايما يقول انك حوش اي جزء صغير من مرتبك، وناس هتقول لي ما انا ما بيفضلش حاجة من مرتبي، حتى لو كان 8 ساندويتش هتاكله بره البيت، بس انت هتقرر انك تاكله جوه البيت وتحوش الشوية صغيرين قوي قوي دول. والسبب يعني بتاع التحويش مش التحويش في حد ذاته، هقول لك ليه بعد شوية. القاعدة بتقول لك اصرف دلوقتي عشان توفر بعدين. في مجموعة من الحاجات لو صرفت عليها فلوسك النهاردة هتوفر كتير قوي 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 من نفقاتك بعد 10 سنين مثلا، زي انك تصرف على اشتراك الجيم لانك غالبا هتوفر في الفاتورة الصحية بتاعتك. ادفع فلوس في الفاكهة والخضار مش في الحاجات المقلية والاكل برة، لانه ده برضو بيتخصم من فاتورتك الصحية اللي هتدفعها في الاخر. ادفع فلوس في الكورس عشان تحسن مهاراتك عشان يجيلك بعد سنة كمان مرتب زيادة، وهكذا. اصرف دلوقتي عشان توفر بعدين. حاجة كمان محدش علمها لنا وهو بيكلمنا عن الفلوس، انك تعمل وثيقة تأمين على الحاجات اللي لو باظت مش هقدر اعوضها مرة تانية. حاجات كبيرة يعني، تأمين على الحياة، علاج، على العربية، على اي ممتلكات عندي. دي ثقافة، وغالبا غيابها بيوقع الناس في ازمات مالية كبيرة لو حاجة من الحاجات الكبيرة دي اتأثرت. بيقولوا كمان إن لو عندك ثقافة مالية يبقى دايماً هتكون بتفكر في دخل إضافي. فاكرين الفلوس القليلة اللي قلنا هنحوشها بتاعت الساندويتش؟ النصيحة بتاعت المتخصصين في إدارة الأموال بيقولوا إن شوية الفلوس القليلة دي جمعها مهما كانت صغيرة، واعمل بيها مشروع صغير خاص بيك زي ما أنت عملت كده، بس أنت ما اشتغلتش أصلاً الشغلانة، بس اعمل مشروع خاص بيك وحاجة بعد فترة تكون هي نفسها بتجيب لك عائد جنب شغلك الأساسي. سؤال غالباً أنا عارفة إجابته، مين عنده حساب في البنك؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. وانت بتفكر 6 من حوالي 30 أو 40 شخص. عارفين إحنا ليه ما بنحبش نعمل كده؟ ما بنفتحش حساب في البنك ليه؟ لأنا بنقول أنا الفلوس اللي معايا دي قليلة، هفتح بيها حساب في البنك ليه؟ صح؟ ساعات بنحسبها كده، لكن عشان تضمن أن يبقى معاك فلوس كتير بعدين، افتح حساب في البنك النهاردة حتى بأي فلوس قليلة. الشباب في الوطن العربي، الإحصائية المرعبة بتقول أنه أقل من 7% من الشباب في سن 18-24 سنة عندهم حساب في البنك. يعني 93% من السن ده الأهم والأكتر واللي أكتر ناس بتشتغل ما عندهمش حسابات في البنك. يعني عندنا مشكلة في علاقتنا بالفلوس ومنظومة التحويش عموماً. يعني معظمنا بيدير فلوسه بمنطق الجمعية بتاعت تيتا، عارفين؟ يعني انه لما تزنق هتصرف. انا عجباني الجملة بتاعتك، هفضل ابصلك طول الحلقة. هلا كسبت الشغل وفتحت المشروع لنفسي. خلينا متفقين انه العالم كله في ازمة اقتصادية حقيقية. بيقولوا كمان اللي هيستوعب يعمل ايه دلوقتي، واللي هيستوعب فكرة انه يبقى شخص منتج اكتر ما هو شخص مستهلك، واللي هيتعلم عشان يكسب هو ده الشخص اللي هيخرج أسرع من الأزمة دي. فاكرين بقى صاحبنا اللي رفض الشغل عشان كان مرتبه ما بيكفيش؟ هو قاعد هنا سوالة شغل تاني. في واحد تاني خد الشغلانة، والشغلانة دي علمته حاجة، وديته مكان جديد ومرتب أفضل وعلاقات أفضل. القصد يعني إن أنا أقولك إنه الثقافة المالية هتنقذك، وغالباً هتغير معظم اختياراتك في الحياة اليومية. خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عالي. شغل عالي شغل عالي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي المزاد دلوقتي. بيع لي القلم ده، سؤال مشهور معظمنا سمعه في الفيلم الأمريكي The Wolf of Wall Street، لما سأله ليوناردو دي كابريو الواحد شغال في المبيعات. بعيداً عن التمثيل، أحب أقولك إن السؤال ده لو جاوبت عليه فعلاً فأنت لخصت مهنة المبيعات. هتقولي إزاي؟ ما الناس كلها ممكن تبيع قلم. هقولك هي دي المشكلة، إزاي تقنع الناس تشتري منك منتج متوفر في كل مكان؟ صعبة صح؟ إجابة السؤال ده اكتشفها شاب بريطاني اسمه جيسون هيفنز، كان بيشتغل مندوب لبيع هواتف محمولة للشركات. حسب تقرير موقع بي بي سي سنة 2004، صديقنا جيسون كان بيعتبر نفسه أصغر وأقل موظف مبيعات في الشركة اللي بيشتغل فيها، إلى جانب إن الحالة ضنك ومفيش عمولة،
في يوم من الأيام مديره طرده وقال له ما شوفكش إلا وإنت محقق التارجت. إيفنز في اللحظة دي ما كانش متخيل إنه هيكمل في الشركة، مش بس كده وكمان هيحقق كل أحلامه بعد 3 سنين. السر في التحول الكبير ده هو إن جيسون قرر يغير طريقة بيعه للمنتج ويسأل نفسه إزاي يخلي الشركات تتعاقد معاه رغم إن في غيره 500 موظف مبيعات بيقوموا بنفس الشغلانة. في اللحظة دي أدرك إن الشركات عمرها ما هتشتري منه أجهزة جديدة لأن عقود الصيانة والمتابعة مع الشركات المنافسة كانت سريعة. علشان كده قرر يدور ويعرف العقود دي هتخلص إمتى ويتصل في نفس التواريخ علشان يستغل الفرصة ويعرض منتجاته وخدماته بسعر منافس ويكسب السوق. جيسون هيفنز بعد فترة بقى من أنجح موظفي المبيعات في الشركة لأنه امتلك المعلومة وعرف إمتى وإزاي يبيع المنتج للعميل. شكرا علي، شكرا علي. زي ما سمعنا كده حالا، جيسون هيفنز واحد من الناس اللي أثبت إنه المبيعات عموما قائمة على امتلاك المعلومة، ولو امتلكت المعلومة انت عندك قوة عظيمة تقدر تستخدمها زي ما تحب. تعالوا نروح بسرعة نتعرف على واحد من كبارات شغلانة المبيعات. انه لشرف عظيم أن أكون جزءاً من هذه الرحلة من خلال توسيع دور الشركة ومساعدة عملائنا وشركتنا في مسيرة النمو الخاصة بهم، وكذلك تعزيز دورنا باعتبارنا مركز للمهارات الديناميكية والمتنوعة بما يخدم عملائنا في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا. هكذا تحدثت عن دورها في تحمل مسؤولية قيادية بحجم IBM مصر. والحديث مع مروى عباس عن المهارات والخبرات وتنمية الأعمال كونها سيدة مصرية ملهمة صاحبة خبرة ممتدة ل25 عاماً في مجال التقنيات والبرمجيات، فكان لابد أن نتعرف على العقل والخبرات والتوازن والمهارات التي صنعت قصة النجاح وكللتها. أستاذة مروة عباس، في البداية شكراً على دعوتك لينا في المكان اللي أعتقد ناس كتير تتمنى تشوفه وتشوف الناس اللي موجودة فيه وبالتحديد القائمين على إدارته. أستاذة مروة عباس المدير العام لآي بي أم مصر، شرفتونا، أهلاً بيكم النهاردة. من القصص الملهمة جداً في النجاح واللي نقدر نصنفها راسية، نجاح راسي وعائل واخد وقته، رحلة دراسة الكمبيوتر ساينس وبعدين تقلد مناصب كتير جدا في واحدة من أعرق الشركات العالمية، وصولا إلى أنه نسمع المدير العام لشركة اي بي ام مصر أول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب. الحقيقة هو كانت رحلة طويلة وأنا سعيدة طبعا بأن أنا دلوقتي بترأس شركة اي بي ام في مصر، شركة بقى لها 68 سنة في السوق المصري، بتتعاون مع الحكومة المصرية في أغلبية المشاريع القومية والاستراتيجية. فالحقيقة دي طبعا كانت يعني شرف كبير ليا، وزي ما انت قلتي كده هي رحلة ابتدت بتخصص كمبيوتر ساينس في الجامعة الأمريكية، علوم البرمجيات وبروجرامينج، وبعدين قررت ان انا يعني اطلع من الفيلد ده اشتغل في الوقت دوت يعني ادور اكبر شركة بالظبط كده. بس ما حبيتش ان انا اشتغل في البرمجيات، يعني انا قلت انا درست ده بس انا عايزه يعني اخد طريق اللي هو كان اكتر حاجه اي بي ام متمكنه فيها واللي هي مبيعات. مبيعات، المبيعات. ما هو بقى الحته دي اللي ملخبطاني وعايز اسالك فيها واحده واحده. انه درستي برمجيات في الفتره اللي كانت دي الدراسه الجديده وعلم نادر، وعشان كده طبعا انت طبعا متواضعه مش تقولي كده بس بتتخطف لسوق العمل العالمي، لكن بعد كل الندرة للتخصص ده ايه اللي جذب انتباهك في عالم المبيعات وقلتي لا مش
بصي هو ده فعلا حصل، واول انترفيو او اول مقابله عملتها في اي بي ام قالوا لي الطبيعي ان انت هتتخرجي من هنا هتشتغلي في البرمجيات. بس انا قلت لهم انا حابه ان انا استغل خبرتي في البرمجيات في البيع. التواصل مع الناس واحساس ان انت عايزه توصلي المعلومه في تكنولوجيا المعلومات كان يعني بالنسبه لي حلم في شركه كانت اقوى فريق مبيعات عندها في سوق تكنولوجيا المعلومات كان في اي بي ام. فانا حبيت اشتغل في الكور بتاع الشركه في الوقت ده، وفي نفس الوقت استغل خبرتي في مجال الاي تي يعني او التكنولوجيا. فبصراحه يعني كانت اراده، وكان اللي وراها اللي اقدر اقوله انه ان الواحد يبقى صريح مع نفسه هو عايز يعمل ايه. ودي كانت بتفرق جامد جدا في كل خطوه انا كنت بتنقل فيها جوه الشركه في 27 سنه اللي فاتوا. واو 27 سنه جوه اي بي ام. يس. لما بنتكلم عن سوق المبيعات بنتكلم عن حاجه مليانه تحدي وحاجه مليانه ضغط نفسي طول الوقت وارقام وتارجتس وحاجات كده صعبه. في مجال البرمجيات في نفس الضغط دي وحسيتي بانه مجال أليق لطبيعه حياه الراجل مش الست زي ما برضو بيقال على المجال ده؟ بصي هو صعب، وكون ان انت تخشي في المجال ده وزي ما انت قلتي عندك تارجتس عندك ضغوط ان انت تحققي حاجات معينه في اوقات معينه ده كان بيحط ستريس، بس في جزء منه بيعتمد على الطبيعه بتاعت الشخص. ايه الادرينالين اللي بيطلع وبيحسسك ان انت اكسايتد ان انت تكملي ان انت تكملي، فاللي هي التحديات ان انت عايز توصلي لحاجه وهتوصلي لها امتى وبعد قد ايه. فده كان يعني بيبالانس ما بين التعب اللي كان بيجي من وراها والاحساس بقى بالنجاح في الموقف لما بتحصلي بقى بتوصلي ان انت بتجيبي الحاجه دي وتحققيها وتعملي اكتر منها والتواصل مع الناس. وبعدين الناس كانت دايما بتقول الناس people buy from the people they like. يعني الناس بتحب تتعامل مع الشخص اللي هي تأتمنه وتبقى حاسة ان هو يعني بيعملها كأن هو اللي بيشتري مش هو اللي بيبيع. بس كمان اكيد في شوية نقط تقدري تقول لنا ان هي ممكن تكون السبب في العكس، يعني ليه اللي بيبيع معظم الوقت بيبقى محبط، ليه سوق العمل محبط مش واثق، بيبقى ايه الاسباب؟ بصي هما حاجتين، اول حاجة زي ما كنت بقولك المصداقية، بس الأهم منها إن الشخص يبقى عنده علم وعنده معرفة وعنده يعني معلومات وعنده دراية بهو بيتكلم في إيه وبيبيع إيه، لأنه هي دي اللي بتخلي ليه وزن في التعامل وهو بيحاول يبيع. ولازم يبقى فاهم طبيعة الحلول اللي هو بيقدمها عشان تبقى هتحل مشكلة عند اللي بيشتري منه او العميل اللي بيتعامل معاه. المشكله اللي عنده بالظبط لو هي الحل او البيع ده مش بيحل مشكله ما مش هتعرفي تبيعي، لانها لازم تبقى يعني فالعلم والتقنيه بتاعه الاشخاص هي دي مهمه جدا. انا عارفه انه بقيادتك وعلى مدار سنين فاتوا شركه اي بي ام عملت شراكات حقيقيه مع الدوله المصريه علشان التمكين في النقطه دي تحديدا. انتوا لاي مدى مصدقين انه التحول الرقمي محتاج ناس وكوادر نقدر نجهزها، والى اي مدى عندنا فعلا قابليه واستعداد من الكوادر اللي على مدار السنين اللي فاتت كنت جزء من انها تظهر للنور؟ اي بي ام بقى لها في مصر من سنه 54، وهي الحقيقه يعني احنا فخورين وسعداء ان احنا كنا دايما شريك استراتيجي وبنتعاون مع الحكومه المصريه في مشاريع كتيرة قوي قومية ووطنية، ومنها مشروع الرقم القومي مثلا، واخيرا مشروع ميكنة الضرائب المصرية مع وزارة المالية، ميكنة صوامع القمح مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. يعني كلها مشاريع الحقيقة حيوية وبتساعد على يعني التحول الرقمي في مجالات كتيره جدا بتمس المواطن المصري كمان كده. الميكنه احنا بنفهمها بشكل تاني، بنفهمها انها صناعه، لكن الميكنه في مجال التكنولوجي معناها ايه؟ معناها ان انت بتحطي بروسيسز بتعملي اوتوميشن لحاجات معينه عشان تساعدك تاخدي قرارات مختلفه تسهلي على المواطن المصري ان هو يعمل اي كل حاجه تعامل مع التعاملات مع يعني البنيه الرقميه والديجيتال انترفيس بتاع حاجات كتيره قوي، انه مثلا يطلع رخصه
عشان الكلام ده يحصل بقى انت محتاجه ان انت يبقى عندك تنميه للكوادر البشريه. الكوادر البشريه دي ممكن تبقى على ليفل الشباب اللي لسه يعني عنده بيامل ان هو يلتحق بسوق العمل في مجالات مختلفه جديده ويخدم مش بس السوق المصري، يخدم السوق المصري ويشتغل من مصر في السوق العالمي. اشتغل من مصر في السوق العالمي. طبعا لازم اسالك عن الهجره الملحوظه لكوادر متخصصه جدا في مجال انا عايزه اقول للناس انتوا هنا في بلدكم انتوا اقوى بكتير جدا وهتقدروا توصلوا المتخصصين وهتقدروا توصلوا للعالميه وانتوا هنا وهتعملوا يعني الفلوس اللي انتوا هتعملوها هناك هتعملوها هنا. واللي انا عايزه اقوله لك انه الحكومه في نفس الوقت بتشجع الاستثمار وال يعني الكاباسيتي بيلدينج وبناء المهارات بناء المهارات للشباب دي من الشركات العالميه منها اي بي ام وشركات تانية كتيره اللي بتفتح في مصر عشان ان احنا نبني الكوادر بتاعه. يعني هي محتاجه قرار من الشخص المتخصص اللي بيشتغل في المجال ده ولا يعني هشاركك بتجربه الهند وهي واحده من التجارب المشهوره جدا في انه اشطر واشهر مبرمجين في العالم موجودين في الهند وهم مصدر من مصادر الدخل القومي. ينفع نوصل لده؟ طبعا ينفع طبعا ينفع. وبعدين المبادرات اللي الحكومه المصريه بتعلن عنها سواء احنا كان عندنا مبادره بنات مصر الرقميه مع وزاره الاتصالات ومضينا قريب دلوقتي كمان مبادره ثانيه اللي هي اشبال مصر الرقميه وده للفئه العمريه اللي هي من 13 ل 18 سنه. مبسوطه قوي بتوجهكم للفئه الاصغر. يعني احنا عندنا في اي بي ام مثلا شاركنا مع في المبادره دي مع وزاره الاتصالات على البلاتفورم او المنصه بتاعت اي بي ام سكيلز بيلد ودي حاجه بتخلي المتدرب يعني الطلبه والمدربين نفسهم ياخدوا شهادات معتمده من اي بي ام في مجالات مختلفه سواء تكنيكال سكيلز في الارتفيشال انتليجنس او يعني الهايبرد سكيورتي او وكل الحاجات اللي هي المجالات الجديده والهايبرد كلاود وكل التكنولوجيز دي والسوفت سكيلز اللي هي ازاي ان انت تعمل برزنتيشن سكيلز ازاي ان انت تبقى عندك يعني تواصل مع العالم الخارجي بالطرق الجديده. يعني الكلام عن البرمجيات والكلام عن المبيعات مغري جدا لانه الاقتصاد الرقمي جمله بنسمعها كده مكلكعه في الاخبار لكن عايزين نفهم تفاصيلها. وكمان عندنا تحدي انه هو انا ممكن انا شخص عادي عندي منتج عادي ملوش دعوه بالتكنولوجي استفيد من الفرص المتاحه اللي بيقدمها او بتقدمها الصناعه دي. طبعا الفرصه بتبان وبيبقى جنبها في تحديات عشان تقدري تاخد تاخدي الفرصه دي باحسن صوره ممكنه. وطبعا كوفيد 19 والكورونا يعني ورتنا اسرع يعني ايه بروجريشن للديجيتال ترانسفورميشن في التحول الرقمي على العالم كله. لانه احنا اول لما صحينا الصبح وقال لك انتوا في لوك داون ومفيش حد هيخرج من بيته كان بالتالي ان انت لازم يبقى في بلاتفورمز في منصات عشان الولاد يكملوا تعليمهم ان انت تعرفي تشتري حاجتك ان انت تتواصلي مع العالم الخارجي كله من خلال تكنولوجيا المعلومات. طب التحديات اللي قصادها ايه؟ هل الناس جاهزه؟ هل الاشخاص اللي هي مش بس الشباب اللي لسه صاعد المواطن العادي 30 سنه 40 سنه 50 سنه هل هيقدر يتفاعل بنفس القدره ونفس السرعه مع المنصات دي عشان يقدر يعمل يبقى جزء من الحياه يقدر بالظبط كده. هو السرعه بقى اللي حضرتك بتقولي عليه فين احنا من السوق العالمي وفين فين مصر من الكلام ده. لا احنا يعني الحقيقه في الفتره اللي فاتت في السنتين اللي فاتوا وخطه مصر وخطه الدوله في 2030 ان احنا يبقى في تحول رقمي سريع دي موجوده والخطوات فيها بقت اسرع بكتير. على يعني عشان بس اقول لك الناحيه الثانيه بقى من ناحيه اي بي ام حته الكوادر البشريه اي بي ام عالميا عملت ايه؟ قالت لك احنا بنلتزم ان احنا نعلم 30 مليون فرد قبل سنه 2030 في مجالات مختلفه اللي هي بتجهز الافراد دي ان هم يبقوا موجودين في السوق العالمي. وعشان اوصل للرقم ده
عملت شراكة مع 170 مؤسسة وغير يعني NGO يعني Non-Profit Organizations وهيئات وكل الكلام ده عشان توصل لأكبر عدد. وإحنا بنحاول إن إحنا نطبق الكلام ده هنا في مصر من خلال بقى إيه؟ من خلال المبادرات اللي حضرتك بتقولي عليها دي بتاعت وزارة الاتصالات والتفاعل مع بالضبط كده. الثلاث سنين اللي فاتوا بتوع الكوفيد وما بعدها فرقوا في مستقبل الاقتصاد الرقمي خطوات سريعة تقدري تصنفيها قد إيه؟ طبعا انت النهارده مش بس في القطاع الحكومي، لا ده في حاجات كتير خاص. كل الناس دلوقتي بتدفع اونلاين، يعني اللي ما عندوش اونلاين ده بقى مش موجود، مش قادر حتى يعمل، مش هيقدر يتنافس. ترجمه كل التقدم اللي حصل ده والبرامج اللي حصلت على مدار السنين والظروف اللي حطتنا كانت تحدي بحسب كلامك فعلا، لكن طلع منها فرصه، ممكن يسرع عجله مشاركتنا في الاقتصاد الرقمي العالمي، أو إحنا فين وتتمني تشوفي مصر فين؟ أتمنى أشوف مصر في أعلى حتة في الدنيا، لأنه في مشاريع كتيرة، في التواصل مع الشركات العالمية في مجالات كتيرة جدا، هتلاقي أن أنت مشروع العاصمة الإدارية، مشروع المونوريل، مشروعات كتيرة جدا مخلية الاقتصاد المصري بينمو بخطة سريعة جدا. الانفستمنت اللي كمان بتيجي مصر، الناس اللي عايزة تستثمر في مصر النهاردة من الشركات العالمية أكتر بكتير من السنين اللي فاتت، في وقت احنا بنقول في تحديات عالمية بقى انفليشن أو تضخم وفي حاجات كتير، بس رغم كده جايين وهيجوا لأن الفرصة موجودة هنا. الفرصة موجودة، وعشان كده هرجع أختم، بس أنا عارفة أني بسأل كتير قوي في الحتة بتاعت الرقمنة والمبيعات. نقدر نبيع المنتج المصري ونسوقه في أسواق أكتر من خلال برضو المنصات الإلكترونية، فين الفرصة؟ يعني عايزة أبيع منتج من دمياط في اليونان، عايزة أبيع حاجة من سيوة في أمريكا، كل ده السوشيال ميديا، المنصات المنصات الإلكترونية، هو ده شيب وورلد وايد. الحاجة الوحيدة اللي هتوصلك في الكلام ده هي المنصات الإلكترونية. برضو لازم نعمل ماركتينج احنا يعني احنا حتة التسويق ومحتاجين نعمله على سكيل كبير جدا، ولازم يبقى في دلوقتي حضانات وفي حتت بالضبط كده بتاخد المشروعات دي وتسوق لها وتجيب انفستس مستثمرين يقدروا ينقلوا البرودكتس دي او السيرفيسز دي من بس مجرد تبقى سوق محلي لسوق عالمي. فدي طبعا كلها مش هتحصل من غير ايه؟ تحاولوا الرقم، تحاولوا الرقم. كل مرحله وكل تحدي اللي بعديه بيبقى احسن بكتير، بنعديه وبنعلى بنطلع، فاحنا ان شاء الله هنبقى احسن ناس. التحدي الشخصي في حياه مروه عباس بعد توليها قياده اي بي ام مصر؟ الحقيقه ان انا نفسي ان احنا نبقى نكمل ونساعد السوق المصري ونشتغل كاي بي ام في السوق المصري في اكبر المشاريع اللي حتى اللي جايه، مش بس اللي احنا موجودين معاهم فيها دلوقتي، بس كمان في المرحله اللي جايه. بتزيدني فخر بحقيقه ان احنا نبقى بنخش يعني بنجيب تكنولوجيا اي بي ام اللي هي من 111 سنه وكل الاكسبرتيز والنوليدج اللي جوه اي بي ام ان احنا نطبق فيه في السوق المصري هنا في مشاريع قومية نفيد بها البلد. يا رب وهنتابع وهنشوف واحنا واثقين ان ده بيحصل فعلا ويحصل ان شاء الله باذن الله. قبل ما نختم عايزة اشاركك بقى بسؤال تقليدي جدا في شغل عالي، انه دايما بنسأل سؤال كده مجموعة كلمات وعايزة اعرف وقعها عندك. اتفضل. هبتدي من الكلمة اللي هي عنوانك قوي بكل الهدوء ده. النجاح. تقدري تقولي نسبي، مش مفيش توصيف واحد للنجاح بالنسبه لي. لانه زي ما كنت بقول لك النجاح بالنسبه لي في وقت معين ممكن كان يكون بيتي. النجاح دلوقتي بالنسبه لي ممكن يكون مع بيتي، هيكون شغلي وتحقيق احلام معينه لشركه اي بي ام في مصر، فيعني هي نسبي. مراحل. الفرصه. الفرصة يعني تقدري تقولي ايه؟ إرادة. يعني الفرصة لازم تبقى ان انت او توفيق من ربنا. توفيق من ربنا اكيد. المحاولة هي دي الإرادة. لازم يبقى عندك إرادة وتقعي وتقفي وتكملي. كم مرة الواحد مفروض يحاول في حياته؟ على طول على طول. ملهاش لان انت كل مرة بتتعلمي حاجة جديدة. أوكي. كل مرة. العلم.
العلم ده كنز، ده يعني حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة جدا، يعني قوة تقدري تقولي كده. لو ما عنديش النوهاو أو المعلومة أنا ضعيف، مش هتقدري تاخدي ثقة الناس، مش هتقدري تكملي، مش هتقدري. ولازم يبقى في علم على طول، يعني كل يوم في جديد. والعلم ده مش بتاخديه مرة وتقفي، انت كل يوم لازم هتتعلمي حاجة. خبيرة مبيعات بقى، الإقناع إزاي تحصل؟ إزاي؟ مش معنى في ناس مقنعة أو تدخل قلبنا ونصدقها. صدق. صدق. أنا بشكرك جدا ومبسوطة جدا بأنه اتشرفنا بواحدة من النماذج المصرية الحقيقية اللي قدمت قصة نجاح حقيقية وواثقة وممتدة على مدار وقت طويل وبتعمل شغل عالي. لا مرسي ليكي، وانا اي هوب ان شاء الله يعني يكون الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده وصل لبعض السيدات والبنات اللي في المصريين، وعشان يكملوا ويعملوا شغل عالي هم كمان. ده حقيقي. بشكرك، شكرا جزيلا. المبيعات واحدة من الوظائف اللي يا حرام موصومة طول الوقت، وطول الوقت حاسين هو بيكذب علينا حتى لو كان بيقول كل الحقيقة، صح؟ فلما النهاردة نيجي نقول أشهر 10 كذبات بيكذبها موظف المبيعات أو اللي بيشتغل في المبيعات، احنا غالباً عارفين 9 منهم على الأقل. الكذبة الأولى لو قال لك الاستلام فوري. عارفين بقى لما يبقى بيشتغل في العقارات ويقول لك الاستلام فوري، جرب تروح كده، اصلا الارض لسه صحراء جرداء، لكن هو بيقنعك ان الاستلام فوري، اقل واجب الفوري دي 5 سنين. واحده تانية مشهوره جدا جدا لما يقول لك انا واخد منه لبيتي، دي جمله لذيذه كده بتتقال عشان يعمل روح الفه يعني، ويقول لك ان انا مش عايزز عليك حاجه ومديك اغلى ما عندي، ودي حاجه حلوه انا جايبها كمان لنفسي. البنات احنا بيضحك علينا لما يتقال ايه، منتجاتنا كلها مواد طبيعيه، فانا طبعا انبسط واحس ان انا كده اشتريت اجمد حاجه في الدنيا، مفيش منتج بيتعمل مواد طبيعيه 100% ويتباع في السوق. المنتج الطبيعي ده حضرتك تعمله عندك في المطبخ، لكن هو غالبا بيقولها لك كده عشان يبيع. في قاعده شهيره وغالبا في عالم بيع الاحذيه، يعني لو الشوز ده هيقول لك لو لبسته هيوسع معاك، والهدوم لو غسلته هيكش، اي حاجه بس تخليك تاخد قرار دلوقتي حالا انك تاخده، هيقول لك هنتابع مع حضرتك يا فندم. احيانا لما تحط في موقف كده ونبقى قلقانين، يعني انا حاسس ان هو هيبيع لي حاجه ويجري وانا مش عارفه اتصرف فيها، فلازم يقول لك هتابع مع حضرتك. طبعا المتابعه دي احنا عارفين احنا بنستنى على الويتنج قد ايه، وهو غالبا بيغير رقمه او بيسيب الشركه، فيعني دي جمله لطيفه برده عشان تهندلنا. كده بس استاذنا لما يقول لك تحب اساعدك في حاجه، عارفين لما بندخل محل وحد يلزق فينا كده، عارفين البنت اللي بتشك في كل تصرفاتنا في المحلات دي، معرفش هي ليه بتبقى قلقانه وحاسه ان احنا هنعمل حاجه شريره جدا، بس تحب اساعدك في حاجه، جمله نفسنا نقول لكل اللي بيشتغلوا بيبيعوا في اي محل احنا ما بنحبهاش، وفي الغالب هي بتبقى السبب الرئيسي ان احنا نخرج على طول. حصل؟ تحصل معاكم؟ طب يا رب يسمعونا. في جمله برضو مشهوره لما حد يكون هيبيع لك خدمه وحاجه محتاجه شرح، يعني هي مش منتج، هي غالبا حاجه طويله هتاخد وقت، فيقول لك ممكن اخد من وقتك قد ايه؟ دقيقه، 5 دقائق. ممكن اخد من وقتك 5 دقائق، دي عمرها ما بتحصل، لانها غالبا بتتحول لساعات من النقاشات، وفي الغالب الناس بتخاف من الجمله دي اكتر من الحوار نفسه. وقعدت خد فكره واشتري بكره، طبعا دي محاوله يا عيني يائسه اخيره، لان هو حس ان انت اصلا مش هتشتري. طب بص، طب يمكن تغير رايك. في الشركات بقى الأكبر شوية أو اللي بتشتغل في منتجات يعني خدمية أكتر، هتلاقي إنه موظف المبيعات اتغير اسمه ويقول لك أنا مش سيلز يا فندم، أنا بشتغل بزنس ديفلوبمنت، أو لو أنت في بنك أنا فاينانشال أدفايزر. الشركات بتعمل الألقاب الشيك الحلوة دي عشان تغير من فكرة إن أنا ببيع لك حاجة، أنا عندي تايتل تاني وفي الآخر أنا هبيع لك حاجة. كذبة العشرة وإحنا عارفينها ومصدقينها وموافقين عليها، لما يقولك حضرتك أهم عميل عندي، أنت كده غالباً بتتهندل، حاجة لطيفة كده، بس طبعاً خليك عارف وقوله قلتها لكم واحد قبلي، مش كده؟ خد نفسك شوية غالي وارجع نكمل شغل عالي.
لو كل الشغلانات اللي في الدنيا فيها تحديات فشغلانة المبيعات هي عبارة عن تحديات بتاخد عليها مرتب. حياتهم كلها مشاكل. بس خلونا نبتدي واحدة واحدة. التحدي الأول هو الإقناع. دي غالباً أصعب ما في مهنة المبيعات، لأنها غالباً بتعتمد على قدراته هو شخصياً، قدراته في أنه يقنعك ومهاراته في التواصل، وبتعتمد عليك أنت نفسك واستعدادك وانت جاهز تسمع ولا لأ. التحدي الثاني هو المظهر. من أهم الحاجات اللي مفروض تكون موجودة في موظف المبيعات هي مظهره، وصاري في الكلمة يعني وريحته، صح؟ تقدر تشتري من حد أنت مش قابل شكله وريحته وهو بيتكلم معاك حاجة. صح؟ انتوا افتكرتوا حد ولا مش عارفة في انفعال في بعض الإجابات كده. لكن حقيقي هو طول الوقت لازم يبقى مظهره مهندم ومرتب ومشرف وجهة يعني. تالت تحدي تفاصيل المنتج. أي حد بيعتبر أنه المبيعات شغلانة وخلاص وأنك تقدر تبيع الهوا هو غالباً ظالم نفسه وظالم الشغلان. هو عشان يعرف يبيع لازم المنتج نفسه يبقى كويس. فتحدي أن واحد يكلف حد بأنه يبيع منتج رديء ده بقى مسموش شطارة ولا فهلوة أبداً. دي اسمها عملية نصب. وأي حد من اللي بيشتغلوا في مجال المبيعات الكويسين الشاطفين عمره ما بيقبل يعمل ده. معلش بس كنت عايز أضيف حاجة بنسبة أنك ممكن تبيع الهوا. في صفحات بتطلع ممكن ان انا اعلي التقييم بتاعي ان انا هجيب ناس او عندي اكونتات فيك هتعلي المنتج بتاعي تمام وهعمل التعليق مثبت وكل حاجه اللي هيجي يشوف ده تمام. بس هو يعني هو فعلا بيبيع الهوا وبيجدد مش هبيعه مره واحده وخلاص، لا ممكن ابيعه كتير. انا اعمل صفحه جديده تانية واروح جاي معلي فيها برضو زي كده وفي الاخر. شكرا على المعلومة دي. بس انت بتقول لنا حاجة مهمة جدا انه هو ممكن نتخدع في ان احنا حتى نشوف تعليق ايجابي على حاجة رديئة او وحش. مش بس كده، ممكن برضك ان هو يعني اللي بيجي يشتري حاجة بيبص يلاقي مثلا السعر بالنسبة للمواصفات دي ب 50 جنيه وهي مثلا في المحلات عاملة 200 250. دي مش اوريجينال، دي اول حاجة بتبقى ستوك اكيد، بتبقى حاجات تبع مصانع وصفحات طبعا بتجيب الحاجات دي. انا مثلا خلاص اشتريت وخلاص وجالي المندوب، ممكن بقى يجي المندوب هو لما بيتفق معايا مثلا بيقول لي لا طب بص على حاجتك وعينها وتمام، بس هو مش واثق منها عشان هو عارف ان هي ستوك ممكن ما تبقاش شغاله اصلا. فبيجي لي مثلا المندوب او لازم اتاكد من الحاجه هو ملوش علاقه بيه. انا عايز مثلا الحاجه دي اقول له لا مثلا ممنوع الفتح. فطبعا اللي بيجي يشتري انا عايزه ما يقعش في الحته دي. حلو قوي، انت كده بتقول لنا اعرف حقك يعني. بالظبط ممنوع الفتح دي تاكد يعني بنسبه كبيره جدا ان هي فيها مشكله. طبعا تمام، ممنوع الفتح وحتى التقييمات لازم تخلي بالك انها مش بس تكون ممكن انا اعلي التقييم. بس انا ممكن لو انا عايز اعرف اشوف تاريخ الصفحه دي ايه، لو انا مش هشتري من صفحه موثوق منها اشوف تاريخها، هل هي بقى لها مده ولا هي طالعه مثلا بقى لها شهرين ثلاثه هتقفل. شكرا شكرا جدا، يعني كل حاجه فيها ابواب خلفيه ممكن تخلينا نتخدع ويضحك علينا. نرجع لتحديات الراجل اللي بيشتغل في المبيعات، انه المشاعر السلبيه للراجل اللي بيشتغل الشغلانه دي هو طبيعي بيحبط كتير وبيترفض كتير، بيعرض حاجه وبيتقال له لا كتير، فهو عنده طول الوقت التحدي بتاع الرفض وكلمه لا واحساس التارجت والضغط. صعبه، شغلانه صعبه. الاستعداد للنقد والثقه في المنتج دي واحده من التحديات اللي لازم موظف المبيعات يبقى متاكد انها عنده. يعني ببساطة كده يبقى خلقك واسع شوية، تستحمل تسمع رد فعل سلبي أحياناً عن منتج، تستحمل تسمع شكوى بتسموها إيه؟ نهندل العميل، مش كده؟ نهندل العميل، ودي جزء من تحديات الشغلانة. في تحدي مهم جداً للمبيعات، وكل ما زادت قيمة المنتج اللي أنت بتبيعه وبالذات الناس اللي بتبيع خدمات يبقى التحدي ده بتاعهم، الدراسة. المبيعات بالذات هي الشغلانة الوحيدة اللي ممكن تلاقي انه في موضوعات كتير. ما انا ممكن ابيع النهاردة منتج في الهندسة صح؟ او منتج للدعوة بالديكور وبعد شوية ابيع حاجة منتجات تجميل وهكذا. لازم الشخص بيشتغل في مبيعات يبقى عارف وقاري ومذاكر عن طبيعة المنتج اللي هو بيبيعه. التحدي المشهور جدا التارجت. معظم الشركات لما بتعين موظف مبيعات بتقول له عندك مرتب ثابت لكن تارجت. أعظم تحدي بقى لموظف المبيعات إنه يجيب التارجت، والشاطرين بيعدوه.
مريض. اتفضلي. واغلب الوقت الناس بتبقى فقد الثقه اصلا فيهم، يعني انا كذا مره اروح كذا مكان معروف والاقي منتج هو اصلا الناس كلها مش بتشكر فيه، وهو يقعد يقنعني ان هو حلو ولا وخديه وكده، فعشان كده طول الوقت الناس بتصدهم لان هم لما بيجوا حتى يحققوا التارجت بتاعهم مش بيحققوه صح، بتبقى المكان اللي بيشتغلوا فيه بيجبرهم ساعات على منتجات معينه لازم تبيعوها، ويبقى يعني ابقى سامع عنها كذا ريفيو مش حلو، فالناس علشان كده بتبقى فاقده الثقه في اللي بيبيع. انت بترجعينا لنقطه مهمه جدا، وهي ان انا لازم عشان ابيع حاجه انا نفسي اكون مقتنع بيها او تكون فيها جزء من المصداقيه، مش كده؟ بالظبط، يعني مش عشان المكان قال لي لا انت لازم تجيب التارجت بتاعك فاي منتج والسلام فانا هقنع العميل ان هو لازم يشتريه، لا طب ما انت كده بتخلي العميل او اللي قدامك يفقد الثقه في اي حد وفيك انت شخصيا. بشكرك، دي حاجه حقيقيه، يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، مش كده؟ مش عشان أجيب التارجت يعني ممكن أخدع الناس. التحدي الثامن هو الأذواق، لأنه لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. تحدي حقيقي، لأنه هو محتاج قبل ما يبتدي يتكلم عن حاجة موجودة عنده هو محتاج يفهم الشخص اللي قدامه ده مين، بحاجة بسيطة كده، وعايز إيه، ويا ترى غالبا بيحب إيه. مش ممكن يعني أن أنا هبيع لست قد والدتي هير برودكت بيعمل الشعر كيرلي، مش كده؟ في حاجات كده بالمنطق. التحدي التاسع لغة الجسد. احنا اتفقنا ان الاقناع مهم جدا في المبيعات. لغة الجسد واحدة من المهارات اللي موظف المبيعات لازم يتعلمها، لانه بقصد او بدون قصد ممكن ينقل اللي قصاده رسائل سلبية، وممكن كمان تفوته رسائل كتير من الشخص اللي قدامه. وهو عموما اللغة دي مهمة جدا في التواصل بين الناس. التحدي العاشر، انه يكسب العميل. البيعة مرة واحدة ممكن تحصل، وزي ما ناس كتير شاركتنا النهاردة كلنا او معظمنا اتخدعنا مرة في بيعة طلعت مش تمام، لكن اكيد عندنا خبرات كويسة مع شخص اشترينا منه حاجة ورجعنا له تاني، وهو لانه شخص شاطر وامين، ده بناء على الكلام اللي انت قلتيه، قدر يكسب ثقتنا. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغلك. دكتور منال يوسف، إحدى رائدات مصر في ريادة الأعمال والشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية، حاصلة على بكالوريوس الصيدلة جامعة عين شمس عام 2007، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام بشركة جوميا، قادت عدد من مبادرات المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية للتصدير إلى إفريقيا عبر جوميا، ضمن أقوى 50 سيدة مؤثرة في مصر عام 2021. اهلا بيكي ومنورانا في شغل عالي. امنا منوره بيكي وانتوا حبيبتي. دكتوره منال يوسف اللي سابت الصيدله واشتغلت في مجالات ليها دعوه بالعلاقات العامه والكوميونيكيشن والتسويق، وواحده من رائدات الاعمال في المجال ده، احنا مبسوطين انك معانا النهارده. ثانك يا دين، انا اللي مبسوطه جدا انا معاكم النهارده. احنا عندنا طول الوقت معضله السؤال بتاع الصوره الذهنيه عن المنتج اللي احنا بنبيعه. فبعض الناس بتفتكر انه شغلانته الاساسيه هو انه يبيع المنتج وخلاص. قولي لي ازاي التسويق ممكن يكون حلقه الوصل ما بين فريق المبيعات وما بين الفريق اللي بيخطط وبيحط استراتيجيات يعني. بصي يا دينا، اول حاجه لازم ان احنا نقدر ان احنا نقنع فريق المبيعات ان هو يقنع العميل انه يشتري. واقنع في نفس الوقت العميل ان هو برضه يشتري. فلازم نشتغل على حاجتين اللي هم البي تو بي والبي تو سي. اوكي. البي تو بي ممكن يبقى انترنال او داخلي جوه الشركه. فلازم اصلا اللي بيشتغل على الخطه او الاستراتيجيه يبقى عنده ثقه في المنتج ده او مقتنع بمميزاته فعلا. عشان يبقى عندك طموح او عندك شغف ان انا اشتغل عليه. تقنعي اللي قدامك ده بمميزات المنتج ده. يعني النظرية اللي كانوا بيقولوها لنا زمان بتاع ان المتخصص في المبيعات ده يبيع اي حاجة، ده انا ابيع الهوا، ده مش كلام منطقي. ما هو انت ممكن تبيعي الهوا بس هتبيعي مرة مش هتعرفي تبيعي تاني. بالظبط، تبقى خدعة او حاجة بالزبط. ملهاش مصداقية على المدى الطويل. طب محتاجين نعرف بما انه الريتيل او التسويق
كله بقى إلكتروني دلوقتي، وبما أنك يعني واحدة من قيادات إحدى المؤسسات الإلكترونية الكبيرة جوميا، فإحنا مبسوطين أن إحنا نعرف منك مستقبل طريقة البيع والتواصل مع الجمهور رايح لفين أو وصلنا لفين. إحنا مش رايح، إحنا رحنا خلاص مش كده؟ إحنا في الطريق كلنا. التجارة الإلكترونية حصل فيها شيفت كبير قوي أو تحول كبير قوي بعد طبعاً كوفيد 19. الفكرة كلها أنك تعملي أن تخلي أصلاً العميل يجرب أول مرة. أول ما العميل بيجرب التجارة الإلكترونية بيبتدي يكتشف مميزاتها، أن هي بتسهل حياته، بتوفر وقت، بتوفر فلوس، توفير في حاجات كتير قوي، استخدام أسهل بكتير، فبيدمنها الله يسامحكم. فوقت الكورونا الناس كتير قوي، مش عايز أقول كلمة اضطروا، بس معظمنا ما كناش قادرين ننزل من البيت، فبدأنا نستخدم التجارة الإلكترونية سواء كبائع مدفوعات أو منتجات أو whatever بقى السيرفيس يعني أو الخدمة. فالموضوع اختلف طبعا في كل حاجة، طريقة الكوميونيكيشن مع الناس، وعي زاد أكتر عند العميل المصري، وعي زاد أكتر عند الشركات وأصحاب الماركات العالمية أو المحلية، إن التجارة الإلكترونية بقى جزء أساسي من منظومة التجارية في مصر. حلو قوي. وفي مستقبل التجارة عموما انت شايفة انه النصيب الاكبر هيبقى للشكل ده، ولا هتفضل التسوق التقليدي ليه سحر برضه؟ بصي دي ده ما يقدرش يلغي ده، الاثنين بيكملوا بعض. بس الفكرة كلها لو انا مثلا عندي شركة ببيع منتج، عندي 10 فروع مغطيين 4 محافظات، بس انا عايزة اوصل لكل المسالكين في كل مكان. طبعا. فانت عشان تقدري توصلي لكل الناس في كل مكان، التجارة الإلكترونية بقت الجزء الأساسي بالنسبة لك كشركة أو كصاحبة منتج. وهل هي نقدر نقول عليها الشكل الأرخص في التسويق؟ يعني كأن عندي فرع تخيلي أو بالضبط. طبعاً الكوست أو المصروفات أنك تخلي عندك متجر إلكتروني أقل بكثير قوي من المتاجر التقليدية، سواء كان بقى إيجار، عمالة، كهرباء، مية، غاز، يعني كل الحاجات التانية دي، يعني اليوتيليتيز عامة أقل بكتير ككوست وايز. فده حتى بيخلينا إن احنا نشجع الشباب يبتدوا مشاريعهم الصغيرة ويبيعوها أونلاين، عشان رأس المال اللي هيحتاجه أقل بكتير قوي إن هو يفتح محل. طبعا طبعا. وده تحديدا احنا عايزين نعرفه منك باكتر تفصيل، عدد الشباب اللي موجودين على منصات التسويق الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية قد إيه؟ ولو في نسبة يعني موجودة، وتقدري تقولي مثلاً حجم تجارتهم أو ترويج لتجارتهم فارق مثلاً في الفترة اللي فاتت، في الثلاث سنين اللي فاتوا دول؟ في الثلاث سنين اللي فاتوا في ناس كتير قوي بدأت تتجه أكتر للديجيتال عامة بشكل عام، أو الشكل الرقمي للمبيعات أو للتسويق. كم الشباب اللي عندنا بقصص النجاح اللي بنشوفها معاهم بينت لنا قد إيه إن فعلاً لازم نركز معهم أكتر، إن المستقبل معاهم. قد ايه ناس عندها حلم ان هم يعملوا منتج بس معهوش راس المال اللي يخليه يفتح المحل، خلى ناس كتير قوي تتجه. ولما بنعرض قصص النجاح دي عن طريق بقى السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي، خلت ناس اكتر تتشجع ان هي تشارك وتبتدي مشاريعها بنفسها. يعني انت كنت شاهده على قصص نجاح كان للتجاره الالكترونيه فضل في انها تعمل البيزنس اصلا يبقى له شكل ويكمل؟ قصص كتير انا نفسي اتاثرت بيها لدرجه ان ده بقى بالنسبه لي حلم وهدف عايزه ان احنا كلنا نشتغل عليه، ان احنا نشجع الشباب انتج واعمل مشروعك بنفسك وهتقدر توصل بيه لحاجه كويسه وتقدر تكبر نفسك. يعني قصه من القصص مثلا سيده بدات بمكنه خياطه في بيتها، بعدها بقى عندها مشغل، بقى عندها مصنع صغير بتبيع اونلاين بس. فلا تقدري تكبري، ومن مشروع متناهي الصغر لصغير لمتوسط الناس بتكبر. فالتجارة الإلكترونية بالنسبة له بتبقى الأمل إنه يقدر يبتدي مشروعه، مش هنقوله لأ. مستقبل التسوق الإلكتروني ممكن يوصلنا لفين؟ أقصد أقول إنه ممكن حد يشتري حاجة استهلاكية، لكن هل ممكن يشتري متطلباته اليومية؟ ممكن يشتري حاجات تقيلة وأصعب؟ هل ثقافة المستخدم رايحة في أي اتجاه من دول؟
اول لما كوفيد بدا احنا عندنا في الشركه تبنينا ان المنتجات السلع الاستهلاكيه والاساسيه لازم تبقى متوفره موجوده سواء كان زيت سكر صلصه الحاجات اللي هي اللي الناس كلها كانت محتاجاها في الوقت ده وكانت خايفه تنزل السوبر ماركت مش قادره تنزل. لما بدات الجائحه احنا قررنا لا لازم يبقى الفئه دي موجوده وبسرعه. والاختيارات الاصعب والاتقل الفرنتشر المتطلبات المنزل يعني الحاجات الاتقل هل الناس بتوثق تشتريها اونلاين؟ بداوا يثقوا اكتر لو كمان عندك اسامي عارضين الناس عارفاها وفي شباب برضو بيعملوا حاجات باسعار تنافسيه والناس بتكتب عليها تعليقات على المنتج فالناس بتبدا تثق في بعض اكتر من اراء المستهلكين اللي كانوا قبلهم اشتروا الحاجه. ما هو دي كمان حاجه تحير لانه انا عايزه اسالك كمان يا منال عن المستخدم انا ازاي اقدر اميز او ما اتخدعش بحاجه بتتسوق لي اونلاين واشتري حاجه قد الميزانيه بتاعتي وفي نفس الوقت بجوده معقوله انا قابلها موافق عليها. اول حاجه احنا دايما بنشجع العميل انه يكتب رايه في المنتج اللي جاله ورايه في العارض اللي باع له المنتج ده فلازم قبل ما نشتري نتاكد ان الريتنج مظبوط يعني الكومنتات اللي عليه او التعليقات اللي عليه والله المنتج وصل لي انا كعميل مثلا اشتريت المنتج المنتج ده وصل لي والله خامته كويسه مقارنه بسعره حد تاني كاتب روعه زي الصوره بالظبط الخدمه كانت كويسه وهكذا فلازم ان احنا من نفسنا نساعد بعض. تقصدي تقولي ان احنا كمستخدمين احنا اللي هنحسن من الخدمه هو الاثنين هو دور الاثنين احنا كشركه او كمنصه مش كل المنتجات متخزنه في مخازن الشركه ان انت بتشتغلي بحاجه اسمها ماركت بليس يعني ايه ماركت بليس انت فاتحه المنصه بتاعتك للعديد من العارضين عنده كذا طريقه للتعامل بس لما بيجي لي باد ريفيو او مرتجعات كتيره منه او عميل اشتكى من منتجاته ببتدي لا تعالى نبص مع بعض ايه المشكله حصلت فين وريني شكل منتجاتك افحص المنتج اللي رجع لي مرتجع اتاكد فعلا العميل يعني المنصات هنا رقيب اكيد كل المنصات بتحاول على قد ما تقدر ان هي تكون رقيب على العارضين اللي موجودين بس لو مفيش منه محدش بعت لنا ان في شكوى صعب ان انت تقدري تراقبي مئات المنتجات. سؤال اخير عن مستقبل المبيعات او عمليه البيع الالكتروني اللي ماليه الفضاء حجم مشاركتها في الاقتصاد قد ايه؟ اكيد يا دينا احنا لسه في بدايه الطريق. التجاره الالكترونيه في مصر تعتبر تجاره او صناعه او قطاع جديد بقى لنا 10 سنين في السوق المصري بس مقارنه بالدول الاخرى احنا لسه في اول الطريق عندنا تحديات كتيره الحمد لله الحكومه كمان شغاله معانا على ان احنا نزيل العقبات اللي موجوده والتحديات اللي موجوده سواء كان بوعي للتوجه للاقتصاد الرقمي او اتجاه ناحيه الشمول المالي او استخدام المنصات بشكل مختلف لدفع فوازير يعني ان احنا نزود وعي المستهلك المصري نعيق العديد من التحديات اللي موجوده ده دور شركات مع الحكومه وده الحمد لله موجود حاليا وكلنا شغالين عليه لسه بدري قوي على التجاره الالكترونيه لسه بنكبر فيها وانا شايفه ان ليها دور هيبقى مهم جدا في الفتره اللي جايه وفي السنين اللي جايه في انتعاش الاقتصاد المصري وتقويته خاصه في اتجاه المشروعات المتوسطه والصغيره اللي هي دايما بتبقى عمود اقتصاد لاي دوله. كنت قايله لك السؤال اللي فات اخير بس لازم اسالك سؤال تاني. هل ممكن نصدر كمان بالتجاره؟ وارد جدا حلم موجود عندنا شغالين عليه ونتمنى في القريب جدا هاجي لك وهقول لك احنا بدانا نصدر. ده حلو قوي احنا نتمنى ده وده بقى اللي هيطمنا ويفرحنا ويقول لك شكرا ليكم انكم بتعملوا شغل عالي. Thank you, Adina, so much. شكرا لك يا منال. ميرسي. 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 المبيعات وظيفة مهمة ومؤثرة في كل شركة وكل قطاع وكل حتة وكل شبر فيكي يا بلد. احنا النهارده دورنا وفتشنا عن مين النماذج الحقيقية اللي بتشتغل الشغلانة دي صح على أصولها وبتعمل شغل عالي.